شعب ينتصر. ومجتمع الكفاية مطفي المسؤول التهم الأول محمد. وطاغية ينتظر. أفندم أنا موجود. السجن المؤبد بالنسبه لسنه وراه سنه والحكم الثاني اللي هو بتاع بشار اللي هو حبيب العدل كان المفروض كان ياخد اعدام. انا كنت اتوقع حكم اكبر من كده انه ياخد اعدام او كده. وبعدين المساعدين ليه خدوا براءه اصلا؟ اقل حاجه 5 سنين ولا حاجه. وبعدين يطلع عياله براءه ودخلوه السجن. المفروض هو واحمد شفيق وجماعه اللي حواليه دول كلهم كل واحد فيهم ياخد له 15 سنه 20 سنه. عايزين حسن يطلع براءه واللي حواليه كلهم يسحبوا. كنت عايز مبارك ياخد براءه وعلاء وجمال هم اللي ياخدوا اعدام وحبيب العدل معاهم.